عندنا مقولة في العامية أو اللغة الدارجة كده اللي بينا، يقول لك ده فلان ده هيتحاسب حساب الملاكين. طيب الملاكين دول هما اللي المفروض هيسألونا أول ما ننزل القبر. طيب هل الملاكين دول هيسألوا الرسل والأنبياء، أم حساب الرسل والأنبياء هيكون غير باقي البشر؟ هل الأنبياء والرسل بما إنهم بشر هل هيتحاسبوا أساسا ولا هيدخلوا الجنة بدون حساب؟ في القرآن الكريم في سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هل سبحانه وتعالى هيجمعهم يوم الحساب ولا هيجتمعوا كلهم، يعني هل هيجتمعوا كلهم مع بعض ولا حساب كل رسول ونبي مع قومه؟ أعتقد أن الموضوع ده معلوماتنا فيه مش دقيقة أو مش كتير، إحنا وموضوع شيق في نفس الوقت، محتاجين نكمل معلوماتنا في هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ أحمد الصباغ اللي بينورنا دايما. أهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ. الله يحفظك يا أستاذة. توكل على الله. توكل على الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك. قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ مش أجبتم، ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يعني ربنا يجمع الرسل ويدخل معهم الأنبياء من لدن آدم، من أول سيدنا آدم إلى لبنة التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيسألهم سؤال، وده يدل يا أستاذة أن الأنبياء لهم حساب مخصوص، حساب خاص. وربنا جعل حساب الخلق كلهم في كفة وحساب الرسل لوحدتهم في كفة. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم، أدي الخلق أهو، ولنسألن المرسلين. يعني الأمم هتتسأل والرسل والأنبياء كمان إيه هيتسأل. قال الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. السؤال هنا إذا كان الأنبياء والرسل هيسألوا، يبقى إحنا الأشخاص الطبيعيين العاديين هنعمل إيه؟ وكمان شوفي الآية بتاع سورة البقرة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إمتى الكلام ده يا أستاذة؟ يوم القيامة. الحساب اللي هيحصل إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: أنا وأمتي على كوم، يعني على مكان إيه؟ مرتفع، يوم القيامة مشرفين على الخلق. ما من أحد من الأمم السابقة إلا وودى وتمنى أن يكون من أمتي. لما الأمم يوم القيامة، شوف شرف الأمة المحمدية، أمال إيه؟ الراجل افتخر إن هو من أمة محمد وقال: ومما ونحن معه، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي برجلي أطأ الثريا أدوس على النجوم تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فسيدنا النبي من عظمة الأمة يقول: أنا وأمتي يوم القيامة على قوم مشرفين على الخلق. بصير من فوق كده، ما من أحد إلا وود أن يكون من أمتي. نشهد للأنبياء والمرسلين أنهم بلغوا أممهم الذين كذبوهم. وفي رواية تانية بيقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى أو يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه رجل واحد. النبي ده نبي من الأنبياء، أمته كلها أو اللي سمع كلامه أو اللي طوعه أو اللي مشي وراه هو إيه؟ رجل واحد. صوري من الأمة كلها. والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه أكثر من ذلك. طب وبعدين يا رسول الله؟ قال: وأكون أنا وأمتي واقفين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيسأل الله عز وجل هؤلاء الأنبياء: أبلغتم أقوامكم؟ هل بلغتم؟ فيقولون: نعم يا رب. والأقوام يكذبون، يكذبون: يا رب ما بلغونا شيء. وشوف هو ربنا يعلم هذا، ولكن يريد أن يثبت العدل في المحكمة الإلهية. وذلك دايما أنا بقول المقولة ده هي نحفظها لله: إذ لم تجد عدلا في محكمة الأرض فارفع ملف قضيتك إلى محكمة السماء، فإن القضية محفوظة والشهود ملائكة والقاضي هو أحكم الحاكمين.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لنا بقى لقطة من لقطات نبي من الأنبياء أطول الأنبياء عمرا، سيدنا نوح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة، ربنا ناديه ويقول له: يا نوح، هو أعلى وأعلم، هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب بلغت. طيب يا قوم نوح، وهو أعلى وأعلم، يشوف المحكمة اللي هي العدل. يا قوم نوح تعالوا لي، هل بلغكم نوح؟ تصوري كده دعاء هاني بالإجابة إيه؟ الإجابة كانت إيه؟ مش نفهم، ما قالوش ما بلغنا، كانت بقت سهلة. عارف قالوا إيه؟ قالوا: ما أتانا من أحد ولا رسول. ما شفنا أصلاً. لنوح ولا غير نوح. رغم ان اكتر نبي تعب مع قومه سيدنا نوح. دعوت قومه ليلا ونهار، جهرا ومش عارف ايه، فنزلهم دعاء الا فرار، ليل ونهار وسر وجهر، موال سيدنا نوح. قصه كبيره. فقالوا: يا رب ما اتانا من رسول وما اتانا من احد. فسيدنا ربنا وهو اعلم الحكم العدل يقول له: يا نوح، من يشهد لك؟ هنا بقى الايه، هنا الفخر بقى. فسيدنا نوح يقول له: يشهد لي محمد وامه محمد. تعالوا يا امه محمد، والحديث صحيح، هل تشهدون لنوح أنه بلغ؟ نعم نشهد لنوح أنه بلغ. في رواية أمة نوح يقولوا: ومن أدراكم أنه بلغنا وأنتم أتيتم من بعدنا؟ أنتم تشهدون بما لم تدركون؟ قالوا: لا، ولكن نبينا محمد بلغنا وأخبرنا أن نوحا قد بلغ ونحن نصدقه. فسيدنا النبي يقول: فتشهدون أنتم لنوح بالبلاغ وأنا أشهد عليكم. وهذا هو قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب السؤال هنا هو ربنا ما يسأل يعني الأنبياء. هنا الحديث الشريف بيكمل شرح هذه الآية ويبين القرآن معناها. إذا كان مجمل فالسنة مفصلة، إذا كان القرآن فيه إبهام فالسنة توضحه. فإحنا ما في الآية القرآنية مش عارفين الرسول هيكون عليهم شهيدا إزاي، هي دي بقى. فجت هنا بقى في فيختم النبي بقى واحنا نشهد، والنبي يدينا الايه، الختم النهائي الجميل.